السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحيدور، وسامحونا على الإطالة لأن في الفترة اللي طافت حاشتني كورونا. يؤسفني أن أبلغكم بأن اليوتيوبر بحيدور تم تشخيصه بأنه مصاب بكورونا، مما أدى إلى استنفار أمني في منظمة الصحة العالمية، فيرجى من الجميع التزام الحدود وتطبيق التباعد والالتزام بالاشتراطات الصحية. طبعا سامحونا على الصوت، يمكن تشوفوني شوي تعبان، خف المرض ولكن أعراضه للحين موجودة، ولكن في فترة المرض هذه يا شباب دشيت ولعبت دارك سول 3، رديت، شوف مو لي أول مرة رديت ولعبت، يعني أنا كنت تلعب دارك سول 3 ولكن بسبب إلدر رينج إنها قريبة فقلت أنا ودي أدش وأجرب وأسخن على قولتهم وأجرب بعض البلدات بألعاب السول. العادة أنا متعود ألعب كل أسلحة هابي ألعب سترينث، لكن هالمرة قلت أبي ألعب بغير بكسر الروتين، فلعبت شوية صوب الانتليجنت والفيث مع الميجات، فسويت بلد البايرومانسر وايد عجبني، راح أوريكم بعض المقاطع في البي بي بي والإنفيدينج وحتى ضد الموبات شلون راح يكون قوي. وللفكرة وللعلم يعني ان انا بجيرني 7، يعني صعوبة الموبات شيء خيالي. ولكن اذا كنت اول مرة تتابعنا لا تنسى تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واذا كنت اوريدي من ناسنا وحبايبنا اللي يتابعونا لا تنسى تدعمنا باللايك والكومنت والشير، وخليكم مع المقطع. بالنسبة حق الاكوبمنت يا شباب، لاحظوا عندنا احنا المين هاند السلاح الاساسي مالنا راح يكون ديمن سكار. ديمن سكار هذا يا شباب دمجه يطلع اذا كان عندك فيث وانتليجنت، واحنا كبايرومانسر نبي فيث وانتليجنس حق حركاتنا اللي هي الرينج، فحطينا سلاح الستيتسات والويت مالته يعتمد سي سي على الفيث والانتليجنس. النصيحه اللي اقول لك اياها ان انت الفيث والانتليجنس تحط فيها 50 50 مينيمم، 50 50 مينيمم بالفيث والانتليجنس، تبي تضرب 60 60 هو الكاب، فوق لا تروح ويست اوف بوينت، ما منهم فايده. هذا بالنسبه للسلاح. اي ولكن لا ننسى ان في بيس ريكويرمنت 16 ديكستريتي، فعلى اساس ان السلاح دمجه يطلع عرفت انه تقدر تمسكه ويشتغل لازم يكون في على الاقل 16 ديكستريتي، واحنا حاجه للاسترك. بالنسبه حق الاوفانت حاط هذه اليورساكا تشين بس على اساس حركه تير اوف دينايل، اللي اذا وصل اتش بي ها بيصير صفر، لا يخليني اتش بي واحد يعطيني على قولتهم سكند شات. بالنسبه للجير، الجير ما له علاقه بالدمج، راح يكون ديفنس انت والفيتاليتي اللي عندك. طبعا انا لان رافع الفيتاليتي فلابس اثقل جير باللعبة، كذي اقدر اخففها اثقل على راحتي، هذا اذا تبي تكون تانكير اكثر. المهم عندنا هنا يا شباب الرنجات، اول رنج عندنا جريت سوام رنج، هذا راح يزيد عندنا دمجات البايرومانسر، وعندنا فاير كلانش رنج راح يزيد دمج الفاير عندنا، وويتش رنج هم راح يزيد عندنا جريت بوست البايرومانسر حركات البايرومانسر، الرنج الاخير سيج رنج اللي هو يقلل لي يسوي شورت حق السبلات، يسوي لي شورت يعني يوم بطق الحركة يقلل الوقت اللي أنا محتاجه على أساس إنه يطق الحركة. ولكن أعتقد عندنا منه رانك 2، أيوة عندنا منه رانك 2. فهذه هي الخواتم. طبعا بالنسبة لي ما عندي فلاسك، وعندي البوشنات حق المانا، وعندي الكرانج جارديان شيف هذيل اللي أحذفهم ويأخذون من المانا، هذه حلوة حق أخرات باقي له طقة يموت أقدر أطقه من بعيد فيها سريعة. لو نيو نتكلم عن الستيتسات، طبعا انا لبلي 357 فانا مزع ستيتسات بالهبل، انا اي بلد اقدر اجرب، ولكن لو انت اول مره تبي تجرب هالبلد وما عندك الستيتسات اللي عندي فراح اقول لك بالضبط شو اللي انت تحتاجه. الفيجر عباره عن اتش بي فوق ال 35 اضرار، تبي تضرب 50 تقدر على ال 35 وتوكل بحاله الفيجر. الاتونمنت تبي 40 تبي تضرب 50، 40 كافي، انا 50 رايح عشان ابي سلوته زياده فقط، هذا بالنسبه حق الاتونمنت. الانديورس 40 ثابت، لا تروح فوق ولا تنزل تحت، 40 كاب وقفل فوقه ما يزيد. الفيتاليتي نفس ما قلنا هذا انت وجيرك، جيرك خفيف الفيتاليتي نازل، جيرك ثقيل لازم تصعد الفيتاليتي، ما له علاقه بدمجك، هذا فقط لو قسم ديفنسيف. سترينث ما تبي سترينث، انا حاطه 50 60 انت ما تبي سترينث، هذا حق بلداتي الثانيه. ديكستريتي قلنا نبي 16، فانت منت محتاج 60 اللي قاعد تشوفه، انت تبي 16. اللي محتاجه انت لجوفي 60 60، هذيلا لازم يكونون ستينات او خمسينات، يعني بتروح بالمينيموم 50 50 وسوي الباقي وزعهم الناس ما تبي. اهم شيء عندي 50 50 انتليجنس وفيث او 60 60، هذا بالنسبه حق توزيع النقاط.
بالنسبة حق الاسبلات عندنا أول واحدة اللي هي Tears of Denial. هذه يا شباب مجرد ما أنت عشان شي حطينا الجرس مجرد ما أنت تستعملها تحط عليك هذه الدائرة الذهبية أو السولة الذهبية اللي قاعد تشوفها بنص الجسم. هذه تخليك إذا جاءت بيك بيصير صفر تخليه واحد وتختفي السولة هذه عن جسمك باختصار، فيعطيك شخص ممكن تترول تهيل تسوي اللي تبيه بهالثانية هذه. وعشان كذي احنا حاطين الجرس بغض النظر الجرس بس صار ما منه فايدة. الحين الديمن سكار السلاح اللي احنا ماسكينه لاحظوا الحين يوم بستعمل اسلحتي اسلحة البلد الاساسية ملوت البيرمانسر والنار انا محتاج اوف هاند، لكن السلاح الديمن سكار مخليني انا ما احتاج الاوف هاند هذا. ليش؟ لان الار 2 مال السلاح يستعمل الحركات البيرمانسر اللي انا حاطهم فوق، فانا كذي وفرت لي مكان وسرعة في الفايت، فسلاحي اطق فيه اطق ار 2 اطق الحركات على طول كمبوات راح تكون جبارة. زين شنو الاسبلات البيرومانسر اللي انا حاطه؟ حاط تشوز بلد فستيج هي دمجنا اللي يصرع حق البلد هذا، هذه هي الحركه. الحركه الثانيه فاير سيرج هذه مخليها حق الكلوس رينج، باقي له شويه يام قاعد يحاول يفنش قاعد يحاول شغله فاذي فيها على طول. بلاك فليم اسلحه هذه هم كلوس رينج لاحظوها حلو، هذه هم كمبو وانت تطق تقدر تطق ار2 اذا كان قريب من عندك. الحركه الرابعه اللي هي بلاك سيرف، بلاك سيرف تل التارجت اللي انت حاط عليه فراح تأذيه تخليه يحوز دار مدارك، فانت ممكن بعدها على طول تعطي فليم او الطقه بالسلاح نفسه. طبعا هذا الار 1 مال السلاح يا شباب، وقلنا الار 2 يستعمل الحركات سبيشال. السلاح اللي هو اللي بالال 2 من تضغط ال 2 بعدها تصبقه بار 2 يسوي الحركه هذه. هذا بدنا بشكل عام، خلونا نشوف فايداتنا. الحين احنا بنروح حق اقوى اداه باللعبة ونجرب الدمج عليها. هذول اللي فوق يعتبرون من أقوى الأداة باللعبة. 101 هذول أقوى أداة باللعبة. اللعب كله تقدر تلعب رين. واي 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 هذا يا شباب لو تشوف شو يسوي على طول عبانه استمنه دائما عينك على الاستمنه. بلاك سب واي شوف شوف دمج بلاك سب دائما خلبانتك موجودة. تعال تعال الثالث ليلة ثلاثة يا شباب أقوى أداة باللعبة دمج وجميع كل شيء. راح لك بالبلد. يا هلا هلا يا استا مرحبا هلا. تعرف لو ترول اوكي ايه ايه اطبالك اطبالك كي تعطي انك تهجم ها وتصكه بسبل الو رينج يلا يلا راح تموت وينشر هذا تحوشك وينشر راح باي ايه والله قوي جدا. اوه نفسه دان 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 يلا دان دان كنا ما في غيرك بالمية يا دان دان
مالك يا دندان. رح يا دندان. ايه حط بالك تسوي حركة. ايه في اقل. ويك ووخ. بعطيك. اخي. روح يا دندان. ايه حبيبي. ايه. حشو شو هذي شفايا. يلا عيد شينا بقير خير. شرنقة حبيب. ايزي. وبكذي يا جماعة مقطعنا خلاص. اتمنى الفيديو عجبكم. جربوا خاصة اذا تحب تلعب من بعيد. وانتظرونا في الدرج.